البقلاوة دي بقى حكايتها حكاية لوحدها، وقامت علشانها مناقشات ومعارك ثقافية وشعبية وكمان دبلوماسية بين الأتراك والقبارصة. كل جهة بتحاول تثبت حقها في أصل البقلاوة، لكن في الحقيقة محدش قدر يعرف إيه هي أصل البقلاوة دي. في مصادر بتقول إن أصلها راجع للحضارة الأشورية في القرن الثاني قبل الميلاد، ومنها انتقلت للدولة العثمانية. وأقدم معلومة عن صنع البقلاوة بتقول إنه تم صنعها في المطبخ السلطاني للسلطان محمد الفاتح في القرن الخمستاشر، لكن في القرن السبعتاشر اتطورت الحكاية على الآخر، وبقى للبقلاوة موكب سنوي يوم 15 رمضان، وبيتم توزيعها على الجنود في سكناتهم العسكرية.